لم يهنئ النبي كفارا، لم يهنئ النبي كفارا بأعدهم، ثم يحرم أو تحرم تهنئتهم بأعيادهم التي تخالف العقيدة قولا واحدا. فمثلا عندهم عيد ينقلون عنه عيد القيامة المجيد، نحن نعتقد تماما بطلان هذا العيد، هم يعتقدون أن المسيح صلب وقام في هذا اليوم يجعلونه عيدا. أما نحن كمسلمين والحمد لله نقر ونوقن بقول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نقر بقوله تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله قويا عزيزا، وبقوله تعالى وما قتلوه يقينا، نقر بكل هذا. فكيف يكون هذا ديني وأهنئ شخصا بما أنقض به نصوص الآيات التي وردت في كتاب ربي؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير.